السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره، والخواجه معكم كوره. ومعانا النهارده فوز ريال مدريد على بروسيا دورتموند في نهائي دوري ابطال اوروبا بفوز بمنتهى السلاسه. فوز ريال مدريد المره دي مع بس انفاس جمهوره، جمهور ريال مدريد خد البطوله المره دي، وهو بقى يعني ما عادش لبلس 90 ومغلوب 1-0 وهوب يجيبوا الجنين. لا بمنتهى الامانه كنا عايزين نعرف دور كامافينجا في المباراه. كامافينجا توني كروز كان شايل خط وسط الملعب ريال مدريد لوحده، وكان بيلينجهام ما كانش في حالته، لكن بمنتهى الامانه اتكلمني على الفرح. المباريات دي تكسب ولا تلعب، المباريات دي ريال مدريد قال فيها كل الكلام. المباراه دي ريال مدريد ب 25% من مستواه بيحقق البطوله رقم 15 في تاريخه، علشان في لعيبه في ريال مدريد واخده بالدوري ابطال اوروبا اكتر من انديه لها باع في عالم كرة القدم. وقبل ما نتكلم في موضوعنا النهارده، عايزين نقول لك انزل اشترك في القناة، ولو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة ليصلك كل جديد. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد هو سيد القارة الأوروبية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. خمس بطولات دوري أبطال أوروبا وهو مدرب، واثنين وهو لاعب، يبقى 7 دوري أبطال أوروبا. قلت لك في لعيبة في ريال مدريد عندها دوري أبطال أوروبا أكتر من أندية كبيرة. تتكلم مثلا إن كارباخال، تتكلم في توني كروز، تتكلم في كامافينجا، تتكلم في لوكا مودريتش. الناس دي عندها 6 بطولات دوري أبطال أوروبا. ريال مدريد شخصية البطل، ريال مدريد حضر في الوقت المناسب. ريال مدريد رغم بروسيا دورتموند قدم مباراة ولا أروع، لكن هو ده الريال في 10 دقائق كلفت الأمور كلها. فوارق فردية، فوارق جماعية، فوارق ريال مدريد بكل ما تحمل الكلمة من معنى. النهاردة جونيور فينيسوس، كلمني بقى عن جونيور فينيسوس، وهات الورقة وهات القلم وهات كل ما تحبه في عالم كرة القدم، وكلمني على أمهر لاعب في العالم. هو جونيور فينيسوس، اللاعب اللي درجة حرارة جسمه 4 تحت الصفر، بيلعب نهائي دوري أبطال أوروبا بمنتهى الشياكة، بمنتهى اللباقة، بمنتهى برود الدم، برود الدم الإنجليزي. شفنا فرحة المارينجي، ريال مدريد سيد القارة الأفريقية في ملعب ويمبلي أمام الإنجليز. شفنا يورجن كلوب وهو مدرب بروسيا دورتموند السابق حضر المباراة في استاد ويمبلي. شفنا زين الدين زيدان، وحشتنا يا زين الدين زيدان، وشفنا أرسن فينجر، وشفنا جميع نجوم العالم على مستوى المستطيل الأخضر وعلى مستوى التدريبي، عشان ريال مدريد لا صوت يعلو فوق صوت مارينجي. ريال مدريد بيحقق ال 15، وكارلو أنشيلوتي قال لهم انزل العب مباراة عادية، ما كانش فيها جديد، ما كانش فيها حرص، ما كانش فيها مباراة عادية. انت لعب 50-60 مباراة في الموسم، انزل العب مباراتك العادية. ريال مدريد قالها وعملها في مباراة تبدو فلت ريال مدريد في الشوط الاولاني، وبروسيا دورتموند اللي ما قدرش يحرز اهداف في الشوط الاولاني استحمل العقاب، والعقاب جه من كارباخال اللي كان بيتلعب عليه 2 لعيبه، لكن قدر يطلع ويهاجم من ضربه ركنيه من اسيست تونيو كروز، علشان بيلينجهام يحط اسيست ولا اروع لجونيور فينيسوس. جونيور فينيسوس الجوهره السمراء في ملاعب المارينجي ريال مدريد. كل ده ومبابي جاي السنه الجايه، بقى ده اسمه كلام ريال مدريد. وعايز اقول لك يا بيلينجهام افرح، ريال مدريد هياخد بطولات كتير. ريال مدريد مش دي اول بطوله هتاخدها. بيلينجهام سعيد جدا 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 باول تتويجاته القاريه مع ريال مدريد في مباراه ماراثونيه. بروسيا دورتموند الماكينات الالمانيه عملت مباراه رائعه، لكن يبقى الخبرة، يبقى شخصية البطل، يبقى جونيور فينيسوس اللاعب الموهوب، اللاعب اللي معجون كورة، اللاعب اللي تقدر تقول بمنتهى الأمانة كلمتين فك على قهوة الخواجة، علشان نتكلم على حلاوة وعظمة وجمال المارينجي ريال مدريد بفوزه للمرة ال15 بدوري أبطال أوروبا. ويقول لك شخصية البطل، شخصية البطل، يقول لك الخبرة، يقول لك الجمال، يقول لك العزيمة، يقول لك الإصرار، هو ده المارينجي ريال مدريد. يا رب الحلقة عجبتكم، دايما كل جديد على قهوة الخواجة. تحياتي احمد الخواجة، حبيبي يا خواجة.